السلام عليكم. ماما مغربية وبابا سوري مقيمة في الإمارات، وأعطوني التأشيرة لأدخل للمغرب. بليز اجمعوا شملي مع أهلي في المغرب. هذا جواز ماما وهذا جوازي. الله يحفظ بلدنا المغرب. بليز بابا محمد السادس، الله يحفظك، الله يحفظ أولادك. بابا مسافر، وين أنا؟ بابا مسافر، وين راح تتركني؟ أمي مع الجيران. أرجوكم يا مسؤولين ساعدوني. أنا كل سنة بجي للمغرب، جدتي مريضة. شعاري هو الله، الوطن، الملك. وعاش المغرب، وعاش المغرب، عاش ملكنا.